مكانها تقتل الإنسان والحيوان، بيعمل تليف وتشمع للدهون في الكبد وبيعمل سرطان، ما بتأثر على الحرارة ما بتفككها، وأحيانا كثير أنواع منها تكون قاتلة. الأفلاتوكسين هي سموم عالية السمية شديدة مميتة في بعض الأحيان، موجودة في البذور بشكل عام، بالمكسرات، في الحبوب والبقوليات، موجودة ممكن مشتقات الألبان. طبعاً هاي سموم فطرية تنتجها فطريات، بتكون طفيلية بتتطفل في غذائها على هاي البذور والأغذية. القمح، بما أنه إحنا مطاحن القمح الذهبي، القمح من أحد المنتجات اللي بتتعرض لل لسموم الأفلاتوكسين. الأفلاتوكسينز هي عبارة عن مواد تفرزها بعض أنواع الفطريات، المولدز الخاصة في الحبوب وبعض أنواع الأغذية. هي مواد سامة في أغلبها، خاصة الأفلاتوكسينز في واحد يعتبر سام للإنسان والحيوان. الأفلاتوكسين قد يتواجد في، أو أكثر شيء تواجده في له الحبوب الزيتية، زي عندنا الذرة اللي بيكون مخزن لفترة طويلة جدا، أو نتيجة عملية النقل الغير سليمة له، أو قد يكون الذرة العرانيس نفسها اللي بيكون فيها، بتكون بالأساس فيها أفلاتوكسين، وقد يكون درجة الرطوبة محفوظ. طبعا هو ينشط الفطر في حالة إنه الرطوبة العالية والحرارة العالية. كل الأنواع اللي ممكن إنها يكون فيها يعيش فيها العفن، كثير من التمور على سبيل المثال، وخاصة إذا كانت مخزنة بشكل غير سليم، المكسرات، حتى القهوة، الزعتر على سبيل المثال. طبعا في عندنا مواد غذائيه اخرى وهي بنعتبرها شوي اقل استهلاكا، ولكن هي من الاغذيه المهمه جدا والتي يكون احتمال وجود الافلاتوكسين فيها عالي، اللي هي الذره، القهوه والمكسرات. ممكن الخضار والفواكه هو طبعا بنسب اقل. ممكن في اي وقت اذا تلائمت الظروف ممكن ينشا الافلاتوكسين، يعني مش شرط بالصوامع المطاحن، مش شرط في الحقل، ممكن في المخزن، في دكان صغيره عندها بقوليات، عندها مكسرات، عندها قمح، عندها طحين، ممكن ينشا الافلاتوكسين في اي وقت نتيجه ظروف تخزين غير جيده. طبعا هو ببين، ما بشوف الافلاتوكسين، بشوف الفطريات اللي بتفرز الافلاتوكسين، احيانا بتكون ظاهره واحيانا لا، احيانا مثلا في بعض انواع الغذاء ما بشوف الفطريات، بس بتكون لها بواقي. الفطريات ممكن تروح بس تضل السموم موجودة وبتضل فترة طويلة، ما بتأثر لا بحرارة ولا بأي شيء ثاني. خطورتها إنها بتركيز قليل جدا بإمكانها تقتل الإنسان والحيوان، وبتركيز أقل من ذلك بإمكانها تكون مسرطنة، وخطورتها أكثر شيء في سرطانات الكبد. بالنسبة للي بالبذور والبقوليات أخطرها B1، طبعا هي B1 B2 G1 G2، بس اخطرها اكثرها سميه B1. اول ما بضرب الكبد بيعمل تليف وتشمع للدهون في الكبد وبيعمل سرطان وممكن يؤدي للوفاة.
من أهم هاي الفحوص اللي بيعاني منها المزارعين وهم مش مدركين حجم كارثتها اللي هو فحص الأفلاتوكسين؟ المزارعين جابوا عينات بتكون في أشهر معينة بصير عندهم مشاكل، يعني من خلال أطباء البيطريين بيعرفوا أنه المشكلة قد يكون مسببها الأفلاتوكسين، فبتجد عدد أكبر العينات، لكن العدد مش كبير، يتراوح من 20 إلى 30 عينة بالسنة بالإجمال خلال 3 سنين اللي مر. ما بقدر أحكم على وجود الأفلاتوكسين إلا من خلال فحصين. فحص الأول اللي هو بسموه الرابيد تيست أو الفحص السريع، اللي هو في مختبر الميكروبيولوجي هنا بتم إنه بيظهر لي بشكل عام وجود الأفلاتوكسين من عدم وجوده، أي وجود الفطر من عدم وجوده، لكن ما بيظهر لي شو هذا الفطر أو هاي السموم اللي موجودة إيش نوعها. الفحص الثاني اللي هو ضمن خطتنا في المختبر إنه يتواجد. طبيعي جدا إحنا نفحص أحيانا بشكل مباشر الأفلاتوكسين، وإما نوعي أو كمي، يعني بالأول بنفحص نوعي، وإذا تبين أن هناك نوعي نفحص الكمي وتحديد نوع الأفلاتوكسين. في كثير من الحالات بنفحص ميكروبي واللي هو العفن، وإذا وجدنا أنه الأرقام عالية جدا في العينة اللي بنفحصها طبعا بنقوم بإعادة فحصها للأفلاتوكسين. حاليا الخضروات والحبوب كوزارة الزراعة ما عندكم برنامج لأخذ عينات وفحص؟ أنا بحقيقة بالنسبة للشغلات الأخرى متعلقة بالخضروات وكذا ما بعرف عنها حقيقة، ما بقدر أعطيك جواب في الموضوع، بس أنا بحكي لك إنه بخصوص إحنا ما يتعلق بالأعلاف وما يتعلق بالحبوب وما يتعلق بالأعلاف، أي شيء له علاقة بالحيوانات. تقريبا كم عينة بتفحصوا بالسنة أعلاف؟ يا زي حكيت لك يعني ممكن خلينا نقول قبل فحصنا على 90 عينة على هذا، لأنه هذا إلايزا كيت 90 عينة، لكن هناك الميكروبيولوجي يعني تقريبا صرنا فحص زين حوالي 35 عينة لحد الآن خلال يعني خلينا نقول بداية السنة. بيجينا كثير من وزارة الزراعة عينات أعلاف، لكن ما بتم فحص الأفلاتوكسينز إلا لعدد قليل جدا، يعني نادرا ما يتم الأفلاتوكسينز. عملياً نحتاج 1200 عينة سنوياً من الإنتاج المحلي للأعلاف، وتقريباً 300 عينة من الأعلاف المستوردة، حتى نكون في صورة فقط في بند واحد من اللي هي المواد الغذائية أو المواد التي تسبب تلوث مواد غذائية أخرى بالأفلاتوكسين. القمح من أحد المنتجات اللي بتتعرض لسموم الأفلاتوكسين، فإحنا دائماً نعمل على فحصها في مختبرات معتمدة في البلد، يعني تحديداً في جامعة بير زيت نعمل فحص بشكل دوري لمخزون القمح اللي عندنا في الصوامع وللشحنات اللي بتيجينا جديدة، بالرغم من إنها على الموانئ الإسرائيلية بتم فحصها، بس مع ذلك إحنا بنفحص كمان مرة، والأهم أنه نفحص المخزون خلال التخزين بلاش يكون صار عليه إشي. خلال سنة 2013-2014 فحصنا 25 عينة للأفلاتوكسينز، وكان أغلبها للمطاحن القمح الذهبي، عبارة عن قمح لمطاحن القمح الذهبي. طبعا معظم النتائج كانت نيجاتيف، كانت غير موجودة، لكن فحص للتأكيد. إجمالي إنتاج القمح عندنا في فلسطين يبلغ فقط 10%، وهو 40,000 طن، والاحتياج السنوي للاستهلاك الكلي في فلسطين بنحتاج 450,000 طن، أي إن يعني ذلك إنه بنستورد أكثر من 90% من القمح، ومع ذلك لا توجد عندنا كمية عينات يتم أخذها وفحصها تعبر عن مدى تلوث القمح بالأفلاتوكسين.
فعلى الأقل بنحتاج لكل، لو حسبنا إنه ممكن نأخذ عينة واحدة لكل 1000 طن، فإحنا بنحتاج على الأقل 450 عينة قمح سنوياً إنه يتم فحصها. العينات في وزارة الاقتصاد هي عينات قليلة التي يتم سحبها، خاصة بعد إغلاق من المختبر الخاص في وزارة الاقتصاد ودمجه مع الصحة، والاكتفاء بالعينات المسحوبة من قبل وزارة الصحة لتقليل التكلفة على التاجر. في مواسم الأعياد بنأخذ أعداد كبيرة من المكسرات تحديداً، أكثر شيء الفستق الحلبي نجد فيه هذه المواد الأفلاتوكسين تحديداً. الزعتر بعض الأحيان نرى أنه يجب فحصه، الفريك غيرها. يعني الأمر كما ذكرت يعني يتراوح بين هل هو كمي ولا نوعي، ولكن يعني تصل إلى العشرات إذا مش أكثر من 100 أو 150 عينة. للأفلاتوكسين لا يتم كما تعلم يتم فحص كافة المواد الغذائية فيه، لكن على الأقل الحبوب ومكسرات وغيره، والعدد هو يجب يتناسب مع الكميات المستهلكة في الأسواق. لكن حسب معلوماتي بأنه كل ما يفحص في مختبرات الصحة ومختبراتنا لا يزيد عن 1000 عينة من جميع المواد الغذائية في السنة، وبالتالي أظن هذا العدد قليل جدا. يجب علينا أن نقوم على الأقل بأن نفحص 10 عينات من مختلف السلع والأغذية يومياً، أي بما يقارب 3500 عينة سنوياً، بالإضافة إلى 1500 عينة للأعلاف، حتى يصبح لدينا معلومات عن مدى التلوث بالأفلاتوكسين في فلسطين. وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، الجهتين الحكوميتين الرئيسيتين ومؤسسة المواصفات والمقاييس، هذول الجهات الحكومية الرئيسية اللي بتبعث لنا عينات بشكل تقريبا دوري لفحوصات الأفلاتوكسين، وفي جزء كبير من العينات بيجي من القطاع الخاص. هناك جهة أكثر تخصصية في هذا المجال وهي الصحة أو الزراعة إذا ما أردت تفحص مواد خام، ونكتفي نحن بنتائج فحوصاتهم. الوضع صعب، والسيطرة الكاملة على كافة المواد الغذائية بتوقع انه يعني بظروفنا الحالية شبه مستحيل. على مستوى الخضروات والثمار ما لا يوجد تعاون حقيقي ما بين الوزارات ذات العلاقة والمركز الوطني للبحوث الزراعية. اغلب العينات اللي بيجي فيها، بديش اقول لك يعني اكثر من 50-60 قد تصل 70% من العينات اللي فحصت هون فيها، لكن هاي النسبة هل هي مسموحة ولا مش مسموحة؟ عندنا أدنى فكرة أين نحن من تلوث أو مقدار تلوث هاي الأغذية بالأفلاتوكسين. إحنا ما عندنا دراسات، ولكن الدراسات العالمية تحكي تقول بأن هناك تقريبا تلوث بنسبة 25% من كل الأغذية بالأفلاتوكسين. قد يكون هكذا، يعني حسب العينات اللي بنفحصها بنجد فيها الأفلاتوكسين، يعني لا بتوقعش 25، يعني بتوقع 10-15%. لحديت الآن ما في فحص دقيق، يعني ما في أخذ للعينات بشكل دقيق انه تنفحص انه موجود فيها أفلاتوكسين او غير موجود فيها. لان هذا الحكي بيستفيد منه الجانب الاسرائيلي، احنا تاخرنا في هذا الموضوع بيستفيد منه الجانب الاسرائيلي. اول شيء احنا ما بنعرف طرق التخزين اللي مر فيها هذا المحصول، قديش قعد على المعابر، قديش تعرض لشمس، مدى إصابة هذا المحصول في أمراض أخرى وإحنا مش عارفينها، بيؤدي إلى تعفن داخل الحب نفسها. نحن لا نفحص، لا نحن ولا الصحة أو الزراعة، كافة المنتجات الموجودة بالأسواق، لأنه لا يوجد لدينا معبر حقيقي نستطيع السيطرة عليه. بالإضافة أنه هناك بعض أنواع الحبوب يأتي مباشرة من المزارع إلى التاجر، وبالتالي لا يوجد هناك عدد حقيقي أو حصر حقيقي لهذه الكميات في السوق، وبالتالي
من الصعب علينا حصر العينات التي تمثل جميع الكميات في السوق. يعني هذا اللي بيشكل لنا عبء إضافي حقيقة، يعني تنتظر حتى تصل هذه الأغذية إلى رفوف السوبر ماركت والمحلات، ومن ثم تفتش عليها، ومن ثم إنك تأخذ عينات وتفحص، وإذا تبين إنها غير مطابقة للمواصف الصحية فتخيل جمعها ولمها واتخاذ إجراء فيها، فهذا حقيقة يشكل لنا عبء إضافي غريب ومختلف عن أي دولة في العالم. بالإحصاءات الموجودة علينا والواقع الفلسطين، المفحوص سنويا هو فقط 300 عينة، وهو يشكل فقط تقريبا 5% إلى 10% من العينات التي يجب فحصها.